بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال نحتاج انه نجيب عليه، ما هي الحاجة الى الديسكريت فوريير ترانسفورم طالما انه انا عندي الانالوج فوريير ترانسفورم؟ المقاطع السابقة اللي ناقشنا فيها ضمن مواضيع الكوميونيكيشن سيستمز، وبالضبط ضمن مواضيع السيجنالز اند سيستمز، غطينا بموضوع الفوريير ترانسفورم بشكل تفصيلي. اولا ابتداء من الاشارة الدورية، انه لو كان انه انا عندي اشارة بيريودك، وكان طبعا هي طبيعتها كونتينوس سيجنالز، كيفية استخدام متسلسلة فورير حتى انه امثل هذه السيجنالز، وحساباتنا للكوفيشنت، كيفية تمثيل السبيكترم بالنسبة للسيجنالز. انتقلنا بعدين اذا كانت الاشارة مالتي اشارة غير دورية، كيفية استخدام الفورير ترانسفورم والكوفيشنت مالته وخصائصه والصيغ مال فورير ترانسفورم. فبالتالي غطينا فورير ترانسفورم بكل التفاصيل مالته. السؤال، طالما انه احنا عندنا فورير ترانسفورم، كونتينوس فورير ترانسفورم، ما هو السبب او ما هي الحاجه الى ديسكريت فورير ترانسفورم؟ حتى نجيب على هذا السؤال خلينا نعطي مقدمه. المقدمه الاولى، اولا انه الكونتينوس فورير ترانسفورم من الصعب تطبيقه في الواقع العملي او بالواقع الحياتي فعليا، ما يمكن يعني تطبيق الكونتينوس فورير ترانسفورم. هذه الصعوبه سببها انه احنا دائما ما نتعامل مع discrete data، البيانات مالتنا بالواقع العملي هي عبارة عن كلها عبارة عن discrete data. فبالتالي انا عندي discrete data، بيانات مو خلينا نسميها discrete values، فما يمكن انه نستخدم ال continuous Fourier transform لتمثيلها. زين، مثال على هذه البيانات، مثلا مثل البيانات المتعلقة مثلا بحركة المرور، بالترافيك، البيانات المتعلقة مثلا بالطقس، البيانات المتعلقة بمثلا الأسهم. كل هذه البيانات هي طبيعتها ديسكريت داتا، بيانات هي عبارة عن ديسكريت داتا وديسكريت فاليوز. يعني مثلا بالثانية الأولى ما مقدار قيمة درجة الحرارة، بعد 5 ثواني أو بالثانية الخامسة ما مقدار قيمة درجة الحرارة. هذه كلها البيانات مالتي هي بيانات بالديسكريت فاليوز، ديسكريت داتا. فبالتالي الحاجه الاساسيه اللي هنا انه انا ما اقدر استخدم الكونتينوس فوريير ترانسفورم. زين، السؤال، مثلا اذا كان التعامل مالتي قائم على اساس ديسكريت فاليوز، كيف يمكن تحديد القيم ما بين مثلا الثانيه الاولى والخامسه؟ هذه الفتره او هذه الرينج اللي هو الكونتينوس رينج، هذه القيم يتم تحديدها او البيانات يتم تحديدها على اساس التوقع، على اساس التنبؤ بالقيم اللي موجوده. لذلك هنا يكمن السؤال، دائما ما انه احنا دائما نقول من الافضل انه نجري عمليه السامبلينج بهاي فريكوانسي حتى نضمن شنو، انه نقرب او نقلص المسافه ما بين ديسكريت فاليوز، حتى يصير عندي مثلا الثانيه الاولى والثانيه الثانيه والثالثه الثالثه، قادر انه انا اخذ سامبلز وبالتالي اقدر احدد القيم. وبالنسبه للفتره ما بين مثلا الثانيه الاولى والثانيه قربت المسافات، ويمكن انه ايجاد القيمه التقريبيه او تخمين القيمه التقريبيه او المتوقعه للقيمه، سواء كان للترافيكس او للوذرز او للاسهم او غيرها. زين، هذه الاسباب كلها هي اللي تكون مدعاه لانه احنا لازم نتعامل مع ديسكريت اكوفالنت فيرجن. يعني ماكو داعي انه بعد بالتالي لازم انا اطور، لازم اوجد انه ديسكريت اكوفالنت فيرجن اوف فوري ترانسفورم، لازم انه احصل على نموذج او خلينا نقول انه فيرجن افضل او اكثر يتعامل مع البيانات المتماثله او يتناسب مع البيانات الموجوده عندي. فبالتالي اذا جوابنا على السؤال واي ديسكريت فوري ترانسفورم، هذه هي الاسباب هي اللي تخلي لي انه انا الجأ او انه لازم او اضطر انه ابحث او انتقل من الكونتينوس فوريير ترانسفورم الى الديسكريت فوريير ترانسفورم. زين، هذه في مجرد مقدمه هسه لهذه السلسله. خلي انتقل لي اهم، لو نجري مثلا انه تيبلز نقارن هنا عندي بالتايم سيكونسز بالنسبه للفوريير سيريز اند فوريير ترانسفورم. مثلا هنا عندي تايم دومين، فريكوينسي دومين. في حال الكونتينوس تايم فوريير سيريز، continuous time Fourier series، هنا عندي طبعا time domain هو بالنسبة لي اولا continuous والاشارة طبيعتها periodic. من انتقل راح يصير عندي discrete بالfrequency domain و aperiodic. زين، ال continuous time Fourier transform طبيعة هنا time عندي continuous. زين، وبالنسبة من انتقل للfrequency domain راح يكون عندي continuous زين زائد periodic. في حالة ال discrete Fourier series
اولا تايم راح يكون ديسكريت والسيجنالز مالتي بريودك. نفس الكلام راح انتقل للفريكوانسي دومين راح تكون عندي سكريت لا الاشاره بريودك. بالنسبه للديسكريت تايم فوريا ترانسفورم راح تكون هنا التايم عندي ديسكريت، هنا راح يكون عندي كونتينوس زائد بريودك. واخيرا مثلا ديسكريت فوريا ترانسفورم راح تكون عندي ديسكريت زين وبريودك، وبالنسبه للفريكوانسي دومين راح يكون عندي ديسكريت وبريودك. زين هذا هسه جدول للمقارنه ما بين اهم انواع الفورير سواء كان الفورير سيريز او الفورير ترانسفورم. بهذه السلسله من ان شاء الله من الشروحات الاوتلاينز المهمه اللي راح اسلط الضوء عليها وان شاء الله راح اوفر لها شروحات راح تكون هي عندي اهم. اولا الديسكريت فورير ترانسفورم خصائصه والحاجه الى وكيفيه ايجاده وتمثيله. وطبعا هنا راح تكون عندي تحت هذا الباب او تحت هذا العنوان راح يكون كيفيه ايجاد الفورير سيريز كوفيشنتس، وهنا راح تكون عندي طبعا هي بما انه فورير سيريز كوفيشنت راح تكون عندي بريودك ديجيتال سيجنال باعتبار الاشاره مالتي راح تكون بريودك وديجيتال سيجنالز باعتبار يعني انه راح تكون عندي ديسكريت تايم ديسكريت امبليتيود ديجيتال. فبالتالي هسه اولا كيفيه ايجاد الفورير سيريز كوفيشنت، اثنين كيفيه ايجاد الديسكريت فورير ترانسفورم فورمولا، ما هي الفورمولا اللي راح نستخدمها حتى نوجد الديسكريت فوريا ترانسفورم. بعدها راح ان شاء الله او نوجد او نشرح الامبليتيود سبيكترام والباور سبيكترام كيفيه ايجاده مثل ما انه كان عندي بالكونتينوس فوريا ترانسفورم كيفيه ايجاد الامبليتيود سبيكترام وسميناه هناك الفيز سبيكترام، هنا كيفيه ايجاد الامبليتيود سبيكترام والباور سبيكترام. بعدها الفاست فوريا ترانسفورم اللي هي الاف اف تي كيفية إيجادها للسيجنالز وراح نناقشها بالتفصيل إن شاء الله مع أمثلة. طبعا هذه راح تكون هنا عندي طريقتين تحت عنوان الفاست فوريير ترانسفورم اللي هي الميثود اوف ديسيميشن ان فريكوانسي، والطريقة الثانية راح تكون هي ميثود اوف ديسيميشن ان تايم. هذول كلهم إن شاء الله راح نغطي بهم كل ما يتعلق بالديسكريت فوريير ترانسفورم اند ديجيتال سبيكترام، مواضيع مهمة وضمن يعني خلينا نقول انه تحت عنوان الديجيتال سيجنال بروسيسنج ان شاء الله راح اوفق انه نغطيها مع الامثلة مع مناقشة كاملة، واحاول اني اوفر مجموعة من الاسئلة سواء كان اسئلة رياضية حل يعني تحتاج الى حل رياضياتي، واضف الى ذلك مجموعة من الاسئلة اللي هي راح تكون بصيغة الام سي كيو مثل ما انه يعني بالمقاطع السابقه اللي كان انه كل موضوع ننزل عليه شروحات زائد انه مجموعه من الاسئله حتى تكون انه الطالب يكون عنده اكثر تصور سواء كان من ناحيه العلاقات الرياضيه من ناحيه انه استيعاب المفاهيم والنظريات المتعلقه بكيفيه ايجاد المعادلات وكل ما يتعلق بالفورير ترانسفورم. ان شاء الله نوفق بالمقاطع السابقه لتحقيق هذه الأشياء، فكل التوفيق للجميع وشكرا جزيلا لكم.